أقيم بمدينة مأرب مجلس عزاء في فقيد الوطن الشيخ أحمد قاسم مفتاح، والذي وفاه الأجل يوم الأربعاء الماضي بعد حياة حافلة بالنضال. وأقام مجلس العزاء أبناء قبيلة عذر مشيرين إلى الأدوار الوطنية للشيخ الراحل أحمد مفتاح عضو المجلس المحلي بمحافظة عمران، مشيدين بنضاله وتضحياته ووقوفه إلى جانب القضايا الوطنية وسعيه المستمر في إصلاح ذات البين كشخصية اجتماعية وشيخ قبلي بارز. في هذه الليلة المباركة، أحد ليالي شهر رمضان المبارك، أولا نعزي أنفسنا ونعزي أهل الفقيد الشيخ أحمد قاسم مفتاح، نسأل الله أن يتغمدوا برحمته. هذا الرجل الذي عرفناه دائما سباقا إلى الخير، عرفناه بأدبه الجم، عرفناه بأخلاقه العالية، عرفناه رجلا ساعيا للخير، ساعيا للإصلاح بين الناس، رجلا بأمة. فنسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يلحم أهله وذويه الصبر والسلبان، وأن يصبرنا جميعا على فقد مثل هذا الرجل. هذا الرجل ليس فقدا على أهله فقط، وإنما على أبناء قبيلته عذر وأبناء حاشد وأبناء محافظة عمران بشكل عام. فنسأل الله أن يرحمه.